شاي. ها يا حاج بدأ ولا لسه؟ لا لسه يا حاج ما بدأش. هو ايه ده يا بابا اللي بدأ ولا لسه؟ انتوا مستنين حاجه تشتغل؟ اه طبعا. وانت تعرف اي حاجه غير بابجي وعدد الكلاب بتاعتك؟ النهارده وزير التعليم طالع يتكلم عشان شكله هيأجل المدارس، هنشوف هيعمل ايه. بس اسكت اسكت، تعال يا حاج خلاص بدأت اهي. يا مسهل علي الصوت كده يا حاج، علي خلينا نسمع يقول ايه. يا رب يأجلها يا رب عشان العيال دي يا رب. ان شاء الله يا حاج، انا عندي احساس ان هو يأجلها ان شاء الله. يأجل ايه بس، قول يا رب يلغيها يا بابا. يا رب يا رب، انت عالم بيا، انا واحده مش عارفه اي حاجه. شوف البيت، حلمك ده، حلمك انه يلغيها. بقالك يومين عماله تصلي وتدعي انه يلغيها. يا عيله يا فاشله، وبعدين انت اللي معادك معانا وما بنتش في مذاكرتك. هو انت اللي خش جوه، ماما بيتكلم عشان هسمع الاول. فرضنا دلوقتي ادى قرار ان هو يلغيها، وان شاء الله يلغيها ان شاء الله عشان ربنا حاسس بيا. يبقى ذاكر ليه، مذاكرتي ملهاش اي لازمه. لا كلام موزون برضه بصراحه. خلاص يا حاج خليها تسمع، وبعد كده هنشوف اللي هيحصل. هو ايه اللي خليها تسمع يا حاج؟ طب وانا قلت هتخش تشوف مذاكرتها، يعني هتخش. فهنأجل الامتحان لما بعد اجازه نص السنه، املا في ان شاء الله تكون الاحوال احسن، ويبقى في تقدير موقف بعد اجازه منتصف العام. الله اكبر الله اكبر، تحيا مصر. علي النعمه، الوزير ده ما بحبش في الدنيا قده، جاري وحبيبي وروحي وقلبي وكل ما ليا. يا نهار اسود، شوف البنت فرحانه ازاي، ولا لكنها قال لها انت نجحتي. ايوه يعني هو كده قال لي، انا ما فهمتش برضو قال ايه، بس مفهمني كده يا ماما. قصده ان هو اجل الامتحانات بتاعت الترم الاول لاجازه نص السنه بس، لحد ما يشوف العدد بقى هيبقى عامل ازاي بتاع الكورونا، وهيأجل الترم الثاني ولا لا، ومفيش مدارس تاني، والامتحانات كده هتبقى عن بعد. يعني كده مفيش مدارس تاني خلاص؟ يعني من الاخر يا ماما، من هنا ورايح مش عايز اسمع كلمه قوم يا بنت افتحي لي الكتاب، روح يا بنت ذاكري وسيبي التليفون. من هنا ورايح في تليفونات وبابجي وانا خربها. بقول لك ايه، انزل بالموسيقى. استنى قبل ما تنزل بالموسيقى، استنى. يا بنت المجنونة، مالها دي، راحت فين دي؟ بس انا جيت، انزل يا ابني بالموسيقى. وانت كمان يا حاج، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بس الله يخرب بيتك وقت الاغاني دي، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الله يخرب بيتكم. وايه يا حاج يا كبير، ايه اللي انت بتعمله ده انت كمان؟ لقيت العيال فرحانه يا حاج، قلت اشاركهم الفرحه وكده. شاركهم وانت فاكر نفسك في فرح يا حاج؟ ده انا كنت حاساك شويه كده هتقوم تنقطهم كمان بالمره. وانت يا هايف يا كبير، قايم بترقص وتطبل معاها؟ ماليش دعوه. دلوقتي صح؟ ماشي، اصبر عليا اصبر. وانت يا ست هانم عماله ترمي الكتب جايه لي اختي وعامله فرح، هو لغاها؟ ده يا دوب اجلها، يعني هتمتحني. ده هي بتبدا بالتاجيل، تاجيل في تاجيل، فدي اشاره يعني هتتلغي. ومن هنا ورايح مش عايز اشوف. ذاكري يا بنت، قومي ذاكري، تعالي ذاكري. مش الكلام ده خلاص انتهى، وهي جت من عند ربنا، اتلغت لوحدها. تمام، او حقك افرحي وتنططي براحتك. الوزير يأجل الدراسة دي حاجة تخصه وبتاعته، هو شايف مصلحة البلد في كده. اما البيت ده كانت فيه قوانين ماشية وانا لغيتها عشان خاطر انتي بتذاكري، اما دلوقتي انت بتذاكريش، فالقوانين دي هترجع تاني. وانت مالك قلبت شريرة مرة واحدة كده ليه يا ماما؟ انت هتضربي ولا ايه؟ لا اضربك ليه، هو انت صغيرة؟ انت كبيرة وعقلة وعارفة اللي بتعمليه صح ولا ايه؟ يلا انا داخلة نام، ونتقابل بكرة. بقول لك ايه، هو في ايه؟ يمك مالها دخلت هاديه كده؟ انا خايفه من هدوءها ده. ده انا خايف اكتر منك ومش مطمن. هي دخلت كده عادي وما اتكلمتش، ولا انت ايه رايك يا حاج؟ حاج مين يا حبيبي، انا ولا اعرفكم. امك شكلها بتدبر لكم نصيبه، الهدوء اللي هي فيه دوت ده مش طبيعي، ده مش طبيعي انا بقول لكم. الله يبارك لك يا هو، طمنتنا انت كده يعني. طب وبعدين بقى هنفضل قاعدين كده مش عارفين ايه اللي هيحصل بعدين؟ بقول لك ايه، هي موته ولا اكتر هتفرق؟ يلا بينا نخش ننام، ولما نصحى بكره نعرف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. حلاوتكم، انتوا لسه نايمين؟ يلا يا حبايبي، يلا قومولي كده من النوم. يلا. ايه ده مين اللي فتح النور ده؟ في حد يصحى حد كده؟ انا مش عارف، انا في ايه يا ماما؟ حد يصحى حد كده؟ يعني المدارس اللي كنت بتصحينا ليها ما بقتش موجوده، بتصحينا ليه بقى؟ وايه كمان؟ سمعوني كمان. بس انا بقى لما اقول هتقوموا دلوقتي يبقى هتقوموا دلوقتي ولا ايه؟
ولا اه يبقى نقوم دلوقتي احسن صح؟ نقوم ولا ايه رايك يا باسم؟ مش نقوم دلوقتي؟ ما انا بقول كده برضو. يلا بينا يلا بينا عشان شكلها تتحول. يلا بينا. بصوا بقى يا حلوين، صباح الخير الاول. زي ما قلت لكم امبارح، الوزير يلغي الدراسه، ياجل الدراسه، دي حاجه ترجع له، هو شايف مصلحه البلد فين. اما للبيت ده ليه قوانين هترجع تاني. زي ايه كده؟ طالما مفيش مذاكره وانا كنت بعمل كل حاجه لوحدي عشان انتوا بتذاكروا، يبقى دلوقتي هترجع طلبات البيت تاني. طلبات البيت كلها هتجيبها، وانت تنظيف الشقه كلها عليك. النهارده هنجيب الشقه من اولها لاخرها. اللي هو ازاي يعني؟ مش فاهم انا. لا انت بالذات فهماني، او كلامي واضح ليك زي الشمس، ومش هعيد كلامي تاني. لما اقول الشقه هتتنظف يعني هتتنظف من اولها لاخرها. حلو قوي الكلام لحد هنا. طب قصه التنظيف دي بقى انا مالي ومالها؟ انت وبنتك. لا يا حبيبي، زيك زيها، هتشتغل معاه. انت مش كنت فرحان امبارح وعمال ترقص وشغال تطبل؟ طب ولو قلت لا مش هعمل حاجه، ايه اللي هيحصل بقى؟ ممكن اعرف؟ ايوه، هو مش احسن مني؟ هو مش هيعمل يبقى انا مش هعمل انا كمان، بس كده. ولو قلت لكم اللي انا كنت متوقع الرد دوت، عشان كده دايما انا جاهزه. تعالوا لي. لا بقى، هو احنا مش قاعدين بنعمل كل حاجة وبولس قاعد بيضحك علينا؟ ده ايه ده؟ ايوه صح، يعمل معانا اي حاجة لإما مش هنعمل، بس كده. ده يا ماما انا اروح اعمل معاهم؟ عايزين بولس ننص عين قلب ماما الطفل الصغير ده ينزل يعمل معاكم؟ راح قلب. انت يا قمر خليك مكانك، وانت يا باسم تاني مرة اهو، تاني مرة تمشي معاه ومش عايز تعمل صح كده وماشي وراها تاني. ايه؟ لا ده انا بقول لك لو ينفع يعني يا ماما يجي يساعدنا في اي حاجة انا هكمل. اهو انا هكمل. اه يا خواف، طب خليك انت اعمل، بس انا مش هعمل بس كده. ما هو الوزير مش مدينا اجازه عشان تشغلينا في البيت. ده ايه ده؟ حلو قوي، يعني هو سمع الكلام وسكت، وانت الوحيده اللي عماله تتكلمي وترد. انت اللي عامله فيها شبح صح؟ وانا كنت مستنيها منك عشان عارفه ان انت ما بتمشيش غير لما بيسلم على وشك، بس المره دي مفاجاه بقى. تعالي لي. يا ماما ايه اللي انت بتعمليه معايا ده؟ نزليني ابوس ايدك هموت. نزليني واعمل لك اللي انت عاوز، اي حاجه اعملها لك بس نزليني. يوه، هو انا يا بنتي مش قلت لك اسكتي؟ عاوز اتفرج على التلفزيون براحتي. ايه ده؟ وربنا كده حرام يعني، غير كمان ان انت كمان معلقاني بتضربيني، حرام كده والله العظيم. طب بصي، نزليني وانا هذاكر والله العظيم، وفكك من كلام الوزير ده اكيد ما قالش حاجه وارجع اذاكر انا. وانت يا عم باسم يا واطي، اوطى خلق اللي ما شفتش اوطى منك، سيبك تعمل فيا كده. نزلني نزلني. طيب يعني حتى وانت متعلقه لسانك مترم كده قدام؟ ما هو بسبب طول لسانك ده، بسبب ما اديك متعلقه دلوقتي. احسن تستاهلي والله، تصدقي شكلك حلو قوي. استنى بنكسرها للذكرى. اضحكي يا بنت اضحكي. ايوه بس كده، خليكي بقى متعلقه كده، تستاهلي. ما كنت سكتي من الاول. يوه يخرب بيتك، ده انت عيله صداع، حتى وانت متعلقه شغاله تتكلم شغال. انا داخله انام واسيبها لك خالص. يلا يا بقلوز يلا يا باسم، وبنزلي نفسك بقى. لا لا انت بتهزري صح يا ماما؟ بتهزري؟ تروح فين يا ماما؟ هموت يا ماما. بتهزري يا باسم يا بولس يا اي حد يا جماعه؟ حد الحقني، هموت هموت يا ماما هموت.